يا زينب، واني اشكركم وجزاكم الله خير. يا الله، إيه والله، انا اللي قضيت كل عمري حزين. انا زينب وخد حامي انا زينب وخد حام الضعينه بس ما طاح، بس ما وقع واحنا نولين، والله بس ما وقع واحنا نولين. الله عليك يا الحادي، مر بينا على وليانا وجب الهزل ساعة وبمسراهن توانا، نريد نروح للوليان نخبرهم بممشانا. يا حاد الحرم مهضومة، نريد الروح للحومة نشوف اخوة تظلمة. يا تنهض تلوح الخيل ويانا وتبارينا، ما نقدر نروح وياك يا الحاد على هالحالة، ونطب ديوان مرجانا بذل اليسر وحبالة. خليني أشوف حسين عد من ودع عياله، لو سار الظعن بيها الكوفة شلون اطب ليها، وشاف الواد مبعين. اي اسولف لك يا الحادي، سولف يا زين، ايام زمان قضت ومضت وهيات ان تعود. اسولف لك يا الحادي، لما انشنت بالكوفه وابوي على الخلق سلطان بيامه المعروفة، من يجبل علينا العيد تحب الواد مجفوفة، يقلول نسانة تريد تعيد زينب بالعيد، تحب منها الجدم وليد تعايدها وتريد. إيه منك نطلب الرخصة تعايتها وترد لينا، وابوي الفحل ما يقبل يخليني عيدني، خايف للزلم يحجن من يرحن يشوفني. عقب ذاك الخدر والعيش يسمع عن الهزل والني، يا حاد الموت أشوالي ولا تتشمت بحالي، شقل التوج بغبار وتنشدني على الوليان أو عن ذاك الخدر وين. إيه والله تراني تراني يا أهل الشيم زينب، تراني والله يا أهل الشيم زينب تراني. يا للشيام زينب تراني،
يا لو ماضيكم كفاني يا ابوي يا لزينب تراني يا لو ماضيكم كفاني وانا مخدرة وخدر ما له ثاني والله انا مخدرة وخدر ما له ثاني ما له ثاني ولا من دار وزمان والله ولا من دار بطبرات الأكبر من دهان بجمرة عرس جاسم شوان والله السهم المثلث من هواني لضلوع خيطة وحنان لضلوع خيطة الحسين والبكاء على الحسين ومآتم الحسين. وهذا كلام دائما أذكره وعنوان دائما أفتح من خلاله موضوع حول مأتم الحسين وذكر الحسين والبكاء على الحسين وإقامة عزاء الحسين عليه السلام. فغرضي من هذا الكلام لأشد المؤمنين بالحسين عليه السلام، وما من إنسان مؤمن إلا وفي قلبه حرقة مكتومة وحرقة ثائرة لا تبرد إلى يوم القيامة في قلب كل مؤمن. هذا الكلام مو إلي، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، قال النبي صلى الله عليه وآله: إن لولدي الحسين حرقة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة. تتعاقب أجيال جيل بعد جيل، هاي من الله سبحانه وتعالى في كتاب قبل أن نقرأها، قبل أن يكونها الله سبحانه وتعالى أعدها لقضية الحسين سلام الله عليه. من بين هذا المجتمع اللي بالمليارات هاي البشر، قسم تعبد قرود وقسم تعبد فروج وقسم تعبد سمش وقسم تعبد نار وقسم تعبد كذا ولا أسماء، هذا بوذي وذاك هندوسي، وطوائف مختلفة غير جوج وما جوج مرتبط وأشكال وأجناس، وبعد إلى جنبها الخلق الحيواني مثلا كالفيلة وكالدواب الأخرى وكالحيوانات المفترسة وكالأشكال الممسوخة مرتبط،
ومن بين هذا الخلق طائفة توالي محمد وآل محمد. طائفة المجمعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعدين فليكون ببالكم جميع هذه الناس اللي ذكرتها وهذه الأصناف والمخلوقات والملل والنحل والديانات، خلوها ببالكم هي بجانب، والطائفة التي توالي محمد وآل محمد بجانب معادل. لأن القضية متكونة من خطين أساساً، خط مستقيم وخط أعوج متعرج، خط مستقيم وخط متعرج، وهما قسمان ظلام ونور، رذيلة وفضيلة، النتيجة جنة ونار. قلت يا عزيزي أنت الآن محسوب على ملاك أهل البيت، زلت قدم عن طريق أهل البيت توديك للجهة الثانية، لأن الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لمن تهتم حضرتك أنت ولمن هوايتك؟ يا فكرة ببالك ويا منظمة اللي تشتغل لها وتتفانى من أجله وتموت على أساسه، هي هاي شفيعك وهاي إمامك. شوف عاد إمامك، اختار أنت أبو جهل، رسول الله، علي، عبد الملك بن مروان، زين العابدين، الرضا، المأمون، فلان، هاي أيما الضلال وأيما هدى، كل هاي موجودة، فأنت دير بالك. فعلى العموم الحمد لله الذي جعلنا من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، ولنا بذلك الفخر. وعلى هذا الأساس ترى أقسام من الناس تحقد وتعادي، وتشوفهم هم اللي يضحون جزاهم الله خير أتباع أهل البيت ويقدمون هذه الخدمات. فذول اللي في قلوبهم هاي الحرقة على الحسين عليه السلام هم اللي يعمرون المجالس ويقيمون هذه المآتم ويبذلون هذه الأموال، وذول إلهم دعاء ويزورون أهل البيت سلام الله عليهم، يزورون الحسين، ينقل لنا معاوية ابن وهب، هذا رجل من شيعة الإمام الصادق عليه السلام، يقول ذهبت للحاج للسنة 25، ذهبت للحاج للسنة 25، يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام، رأيت الإمام قائما يصلي وهو قانت. يقول أنا رايح لمكة، مرت بالمدينة أزور النبي وأزور الإمام وأسأل على مسائل لها علاقة بالمناسك، من طبقت لقيت الإمام يصلي وقانت. فسمعته يقول في قنوته يا من خصنا بالشفاعة وختم بنا الأمم السالفة، اغفر لي ولأخواني المؤمنين ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين هم أشخصوا أبدانهم
وأنفقوا أموالهم وأحاب عليهم أعداؤنا خروجهم. اللهم ارحم تلك الألوان التي غيرتها الشموس. قبل 4 أيام أنا جيت من كل قصير أشوف الناس من هنا جاية مشي والمضايف هاي إلى كربلاء حقيقة. هاي يعرف يمشي من قبل 4 أيام إلى يوم 40، يعني فد 30 يوم، شهر تقريبا يمشي، أو 25 يوم. إيش كذا راح يواجه حار بريد مثلا شمس كذا تراب، هذا يدعو للإمام. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرت الشموس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله. الله يقول من فرغ الإمام، طبعا هاي زيارة كبيرة هي، يذكر المازندراني في كتاب ثواب الأعمال، طالعها هناك شوفها. يقول لما فرغ الإمام قلت يا سيدي لو أدري هذا دعاءك، لو أدري إن دعاءك هذا لمن زار الحسين لما أتيت للحج هذه المرة. قال لي يا ابن وهب إن الحج على المسلم المستطيع مرة واحدة والباقي مستحبات، وأحب المستحب عند الله زيارة جدي الحسين. إن الله ينظر إلى زوار قبر أبي عبد الله يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجاج بيته الحرام. أي نعم، زوار الحسين سلام الله عليه هنيئا لهم. ولقد مررت على قبر الحسين بكربلاء وفاض عليه من دموع غزيرها. هنيئا للإنسان يزور الحسين بدمع مسفوح وقلب مقروح، وبعبره يزور سيد الشهداء، مو يروح يتكشخ أو يتكشت أو بطران، لا، الله يزوره مثل ما زار الإمام الصادق عليه السلام. احنا مو الإمام الصادق إمامنا، فإحنا لازم نقتدي به كشيعة حتى الله يدعونا به يوم القيامة. الإمام الصادق يزور الحسين في ليلة النصف من شعبان، يخاطب الإمام يقول له عندي شهادة سيدي السلام عليك، أو يقول الحمد لله السلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، عندي شهادة. اسمعوا زين هذه الكلمات شباب، وربما مر على مسامعكم، مو جديد أن أحكي عليكم هذا الشيء، أنتم بعد أبناء المجالس والمنابر، بس لما نقولها مرة ومرتين وعشرة وأكثر حتى تصير حتى تعاشرها معاشرة، وكل شيء تعاشره معاشره هو هذا صحيح. يقول لي عندي شهادة تقربني إليك في يوم شفاعتك. الصادق يخاطب الحسين، عندي شهادة تقربني إليك في يوم شفاعتك. شنو الشهادة؟
أشهد أنك قتلت ولم تمت. هذا كلام الإمام، يقولكم الإمام الصادق الإمام الحسين تزورونه حي عند الله يرزق، يسمع الكلام ويشهد المقام ويرد السلام. فليكون في عقيدتك هذه، بل حييت برجاء حياتك، حي بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. اسمع الكلام، برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. أشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأشهد أنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا، وأشهد أن هذا الحرم حرمك والمصرع مصرعك والتربة تربتك. لا ذليل والله معزك، ولا مغلوب والله ناصرك. هذه شهادتي لك حتى ظهور روحي بين يديك. أشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، أشهد أنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك. كل شيء يفنى ويهلك وينتهي إلا الله سبحانه وتعالى، وما من شيء في هذا الوجود من أكبر ذرة إلى أصغر، من أكبر مجرة إلى أصغر ذرة، إلا وفي طريقه لهذه، إلا وفي طريقه إلى النهاية. كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كل ينتهي إلا وجه الحسين عليه السلام. الإمام الحسين مجالسه ومآتمه وقرايته ومعه والعزاء على الحسين عليه السلام، هاي من الله، يبقى دائم ولا فناء له ما دام لله وجود. والحسين بنهضته صدق الأنبياء السالفين وثبت دين جده وإمامة أبيه وهيئ الأرضية في المستقبل لحكومة الله بقيادة الإمام المهدي. صلوا عليه. فالحسين فضل كبير أبو علي، أنت ما محتاج كل هذا الوجود يا أبو علي، لكن يظل الوجود بحاجتك. أنت خليت الشموخ على الشموخ والعلم ما وصل كركش، رايتك الغير يسكر لو شرب كاس الخمور وأنا خمرت كاس الشاي. رايتك الله تجي تقعد بماتم الحسين وتقعد ويا الناس المؤمنين. أكو قضايا والله أنا أتمناها كنا حصلها، أتمنى أنام ويا الزوار ذول النايمين بالصحن، خصوصا ما بين الحسين والعباس، أمور أشوفهم فارشين حصران، وأمر أشوف بعض الزوار مسكين متوسد حذيانة قنادرة ونايب، أقول والله كنا نهم مشر قنادرة وحطنا على راسينا وانا بس الوعد ما تخليني مشكلة. أي والله شايف شلون هي انما بين الحسين والعباس، تدري هاي المنطقه ايش كثر جاها عظيم عند الله، يا ليت قوم يعلمون. هذه مولاي ما يلتفت لها الا من تولى الله رياضة قلبه، اما اللي قلبه نعوذ بالله رايح بغير هوا مو يم العالم هذا. ثم انا كل كلامي ويا الناس الخيرين المؤمنين، والحسين سلام الله عليه قبلة الأنظار أبو علي. تدري يا عزيزي هاي النومة بين الحسين والعباس
وتدري هاي المنطقة بين الحسين والعباس هاي أعظم مما بين الصفا والمروة. هاي الصفا والمروة ركضت بها هاجر 7 أشواط على الماي لابنها وكذا. هنا زينب كم مرة ركضت؟ شو تصور الحسين ركض بهالمكان؟ أطفال الحسين لما شوفوا مكان عظيم كان الحسين. هنيئا للزائرين. من سره أن يصافح 124,000 نبي أولهم آدم وآخرهم محمد فليزر الحسين بن علي ليلة الجمعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة باشر ليلة الجمعة. مو سمعتوا هذا الحديث وترحونه للعزيزية الكربلة وتخلونا نوعدنا؟ اي الله يعطيكم العافية ان شاء الله. بس وين ما تحلو قلبك ويا الحسين، الحسين وياك. وليقدم للحسين حباية يطي 100 كيلو. اي والله اضعاف مضاعفة. أنا قرأت بالنسبة للناس اللي يخدمون بإخلاص، قرأت في الكتاب واحد بالهند يسوق راية على الحسين، هو تاجر صاحب ثروة صاحب أموال صاحب نعمة، يسوق راية، قرايته ثقيلة الصبح والعصر وبالليل، يعني يطير يوك ويمضي غدا ويمضي عشاء، ثم مو ينطي إلى 10 لو 20 لو 50 لو 60 بالآلاف. هاي الناس اللي تجي للقراية، أنا أخو ما شايفنا لكن يحسون لي حتى في هذه الأيام. يقول لك المجالس اللي تجتمع تحت منبر الحسين مليونية، شيء عجيب غريب، وكلها تشترك حتى الهندوس البوذ الكذا تجي تحضر ماتم الحسين سلام الله عليه. فهذا هيش يسوق راية يعني يبذل. فد مرة من المرات دخل بشغلة، تدري هاي الدنيا وهذا المال، ملتفت إما لحادث وإما لوارث، مو شي هذا المال، لو حادث يصيبه ويتغير، لو أنت تروح وترثه غيرك، إما لحادث وإما لوارث. ثم بعدين الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، هو ينطي هو ياخذ، إذا أعطى يدهش وإذا أخذ يفلش. ولذا الإنسان إذا الله انطاه نعمة فليستغلها في التواضع في طاعة الله في الكلمة الطيبة مواصلة الأرحام قضاء حوائج الناس السعي في قضاء حوائج الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من والي ولا أمير ولا متمكن يسد بابه عن ذوي الخلة والحاجة إلا وأغلق الله عليه بابه عند حاجته وعند طلب رفده وعند استغاثته. لما يوقع بمشكلة ويوقع بشدة الله يسد عنا الباب مثل ما سد بابه عن المحتاجين والمساكين. وهاي قضية احنا دا نشوفها في التاريخ واحنا نشوف أشياء نعيشها.
اللي عشناه في التاريخ بني أمية وبني مروان وبني العباس والبرامكة وقاموا الدولة وقعدوا وراح. واللي عشناه بعد شفت انتم الربيع العربي هم أنا عش السوالف هواي. صلوا على محمد وآل محمد. وين الرئيس الفلاني وين الملك الفلاني وين الشخصية الفلانية وين باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بأسما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتهجان شوف خلي يصير ببالكم شوف هسه هذا اللي موجودين الآن اللي يركضون ورا الدنيا أو ناس ضد ناس وواحد يقول الآخر خلها إلي أو هذا وأخر أخذ مكانه وما أدري إيش وتنافس أو صاير تزاحم وكذا على هالمناصب هاي وصفها المناصب على ابن أبي طالب إلى كراع خنزير ككراع خنزير بيد أجذم واحد مجذوم وبيدك راح خنزير ولحسه وانت تجي الطالبة وتاخذه منه وتلحس النوب وراه هو ايش ضال بيه عرفت ولا ان دنياكم عندي ككراع خنزير او كحفطة عنزة او كجرادة تقضمها او كورقة في فم جرادة العفو او كورقة في فم جرادة تقضمها إن دنياكم وإمرتكم هذه عندي أخوان من هذا النعل لولا أن أقيم حق وأدحض باطل أقول لك بالحرف الواحد اللي يحب الناس ويحب الوطن ويحب الدين وواحد بالمجتمع ومخلص صدوك مولانا وواقعي هو هذا الإنسان الذي ينفع الأمة الله على حسابه يطرد البلاء ويخلي السعادة ويكفينا الشقاء وتكثر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا عزيزي يا حبيبي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بأس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا طالما أكلوا قدما وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وطالما جمعوا الأموال وادخروا فخلفوها على الغراب وانتقلوا أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداد قد رحلوا. هذه الأبيات تمثل بها الإمام علي العادي بمحضر المتوكل العباسي. فأنا لا يروح علينا الوقت أكمل كلام هذا الهندي اللي يقرأ التعزية اللي سوى تعزية على الحسين وأسألكم الدعاء. والغرض من كلامي هذا أريدكم تنشدون بالحسين. كل شيء يصير عندك رخيص للحسين. إيش عندك؟ بيتك، أولادك، دمك، نفسك، أنت، عيالك، كل شيء فداء لك يا أبا عبد الله. أخلص لمن تخدمه فالمخدوم أخلص لك بدمه. الحسين سلام الله عليه قدم هذه التضحية. إن لم تسق طعم الأسى وما تحتمل للضيم صفدا فانهج إذن نهج الحسين وكن على الأخطار جلدا. صلى على إذا أنت أبي وغيور وشريف وعندك أخلاق وابن أفراش وغطى
تحب وطنك، تحب بلدك، تدافع عنه بروحك بأموالك بكل ما تملك عن مقدساتك ملتفت. فالإنسان اللي عنده هذه الروح هو هذا الحسين الذي يستحق شفاعة الحسين في الدنيا وفي الآخرة. أما هذا اللي يقعد لي الأخ أو قال إيش دعوة المبالغات وليش الكذا أو شنو الحسين وزينب شنو الشانة وذولا أهل دواب أهل هوش يا خويا ويا خيي، وقالت له وقلت له وحشيت له. طب يا حالة مثل هذا بالله عليك مو تلزمنا فردع والله شغل لك جريدة خضرة ودك وقعا، يعني مو انتقام وإنما تأديب. هذا الإمام جعفر الصادق أي ما عندي مجال، إن شاء الله مجالس القادمة صلوا على محمد وآل محمد. نعم دول أخوة ما أكثرهم نعوذ بالله، وذول هم اللي يشكلون البلاء والخطر ويقطعون الطريق على الناس الخيرين نعوذ بالله. أريدك حسيني ولائي وتقول وياي أنا ما أعيش ببلد ما بي حسين، خاف برد الترف يطفي جمرتي، الثقافات انست واد الطفوف تبوك تاريخي وشموخي وشمرتي، الغير يسكر لو شرب كاس القمور. نعم وبالعشرة أيام فز هشكل من سكرتي بغوسة العباس ياخذ من الغراب، وبالعشرة أيام أفز من سكر وابقى سطر نعل خدام الحسين ولا اسم واهل جنابي أو حضرتي، وانتعش لو بالحسينيات أشوف ابن ويا الخدم ماخذ سيرتي. شقد ونسى عندك وليد خير بخدمة الحسين ولا بالسواد ويخدم وبالمجالس وكذا، مو أحسن مما يشرب مخدرات لو يلعب قمار لو أنه سكران لو مرافق لك عصابة يقطف ويسرق ويختال ويأذي. ها شو تقولون جماعة؟ وازنوا صلوا على محمد وعلى محمد. صلي على محمد وعلى محمد. دول اللي يختالون منين؟ اللي يخطفون الناس منين؟ دول الحرامية منين؟ اللي يمسوي العصابات وكذا مخلين خوف بالبلد وكذا منين دولة؟ من يابي؟ الله يعلم سبحان الله. لو تقرأ كتاب التكامل في الإسلام لأحمد أمين النجفي وتشوف شيء يقول لك أنه من سنة كذا إلى سنة كذا في بلد ما كم من إنسان ولد هو من الطرق المشبوهة، يلقونه بالمرحاب ويلقونه تحت السدة ويلقونه يم الجسر ويلقونه منه أو كبار وترتيباته أو على كل حال وش يصير والحكي أبوي ممكن لينقال. أنا أتحدى واحد يحكي الحق، إحنا نحوم دائرة ما دائرة ماكو واحد يحكي الحق، بس بالدنيا إجا واحد بس إجا بس واحد حكى كلمة الحق ذبحوه من قفا وهو أبو عبد الله الحسين سلام الله، هذا حكى حق ذبحوه وسحقوا صدره ومزقوا جسمه وعلقوا راسه على الرمح وسبوا عياله وذبحوا أطفاله وما رحموا ولا حنوا ويبيعون ويشترون ولا يخافون الله لأنه تكلم كلمة الحق. يجيك واحد قال لك والله احنا نحكي الحق، هاي القراءة الحشية والكلمات هذه هي كلام حق، لكنه أكو أشياء تقول هذه معينة هنا هذا البلاء عينه وانت في شخصه لكن في النك. صلوا على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. إن شاء الله اللي يظهر اللي ينطق بالحق قريب وهو إمامنا المهدي سلام الله عليه. على كل حال هذا المسكين الهندي يا مولانا
دارت بي الأيام أصبح مفلس ما عنده شيء. اجت 10 عاشور لازم يستعهد فلوس ما عنده، حتى داره معرضها للبيع هو يفك الديون. طبت عليه مرته لقيتها حزين، قالت له شبيك يا فلان؟ قالها والله شبيك. قالت له يعني حزين على الأموال؟ المال يروح ويرد والله كريم. قالها لا والله ما أحزني هذا، وإنما أحزني مأتم الحسين، قراية راح تجي وعاشور محرم وأنا ما عندي شيء أقدم لخدمة الحسين، ما عندي شيء أقدم لخدمة أبي عبد الله. قلت له يا فلان وهاي لهمتك؟ قلت له أخو الحسين يدري بالحال، فأنت على مقدار اللي تتمكن. قال له ولا أتمكن، حتى لو أتمكن من خدمة 10 أوادم خدمة للحسين أنا ما يخالف. قالت له هذا ولد نعتهم، ولد واحد، وليد واحد بس ما عتم غيره. قالت له هذا ولدنا، والولد المن الراد خير للضيج للعازة للهم للغم للمشاكل. اي نعم. قالت له خذ هذا الولد ووديه سوق النخاسين، بيعه وجيب فلوسه وسوي بيه قراية على الحسين عليه السلام. قالها والله أدخلت السرور على قلبي، وقضية أنا ما منتبه لناسيها أبدا. وفعلا ثاني يوم ركب بالقطار، 3 أيام يمشي للمنطقة اللي يبيع بها ابنه، 3 أيام القطار. وصل ذيك المنطقة ويما نزل بسوق النخاسين اللي يبيعون يشترون به الأولاد العبيد، تلقاه واحد، الواحد شخصية هيبة محترم بدون مماكسة. قال له تبيع هذا الولد؟ قال له إيه. قال له هذا المبلغ تفضل، بدون مماكسة. قال له عمي انت خير تقول لي حتى بركان اريد اكثر. قال له تشوفه المبلغ مالك. شاف المبلغ واذا اضعاف ما يريد ويظن. قال له بعتك. باع ابنه بذاك المكان ورجع الى اهله. صارت الليلة الاولى من عاشوراء، بعد 2 أو 3 أيام، وهاي الناس تجي من كل مكان، وهو على العادة، والخطيب على المنبر ولا يشوف ابنه بيده دولك ويوزع ماي. فتعجب هذا، قام قال له ابنه اقعد اقعد لا تشغل المجلس. لما خصت القراية، بويا فلان شلون انت شرديت سويت؟ قال له يا بويا تدري هذا اللي اشتراه منك من هو؟ قال له منه؟ قال له هذا هو الحسين، هذا هو أبو عبد الله، أخذني وضيفني عنده وكساني وأكرمني وانطاني بعد خرجية، وقال له روح لأبوك وقل له أنا أشكرك وجزاك الله خير أكلا وإلا فلا. فهذا فد وليده لمأتم الحسين سلام الله. الحسين عليه السلام فد ولاده المن لأجل دين الله، وأعظم من فدى ولده علي الأكبر. الله، لما سقط علي الأكبر انحنى عليه الحسين، شنو كلامه؟ بني علي على الدنيا بعدك العفا، بعدك بعدك يا من سيفك عذاب ونزل، بعدك احرقت قلبي أبويا بنار، بعدك على الدنيا العفا يا ابوي، بعدك على الدنيا العفا يا ابوي. على الدنيا العفا يا ابوي، بعدك يا ريت وياك تاخذني من بيني. Yeah.
للموت عالم ويا للعشرين ما وصلنيش نيمه وحاتفني عليك النهر يعني يموت وانت تدفنه لو هو لازم يباريك ويبارك عمرته ويمرضك وياخذك للطبيب ويشيع اجناسته ويذلك بهذا ما سعاده أبو فاضل قال أنا أشيل ابن أخوي العباس قال أنا أشيله بنو هاشم قالوا لا احنا نشيله الحسين قال لا ما حد يشيله منكم أنا أشيل ولادي بنفسي ودنق عليه وحضنه وشاله إلى المخيم خلاه بالخيمة وقاعد الحسين وحده وتطب زينب مضيقه لثابه ودموعها تتبلور على خدين سلمت على الحسين الله يساعدك يا اخويا عظم الله لك الاجر الله يكون بعونك زينب سل الحسين بس اطلب منك تطلع يا ابو علي قال له ليش قلت النسوان جايات يردن يبكن قال أخوة ما بهن غريبة كلهم بناتي وأخواتي وعيالي أنا مرد بشوياهن قلت يا أخويا ما يقدرن هاي الشقة ثوبها وهاي الرامية خمارها وهاي الخامشة غدها وهاي بترك تمنعهن إلا زينب على أي حال خلي دخلن النسوان أنا مرد بشوياهن على ابن علي الأكبر وطفل واجت ليلة انحنت على ولدها اجت ليلة العلي الأكبر وجبت عنده تريد تشوف صاليبه وجرح الله تشده اجت ام الولد ليلة عند الشمس خل سكنة تجب إما تفين ويا عمتي تعال جاي أجعدن هالولد وياي والله ويعد برداي أجعدن لي وخلني أحد خلي على خده عمات وخوات الكيل قال يوم عد الأكبر روح الولد خلصانا ونجعد شلون ما نقدر يا ليلى ينتبه خافا وجروح عليها تسعر قال الصدق خلنا نايم لا تجعدن أخافا جنت لجمنه
الشمس والعطش وجروح اليمن ينتبه شده بالله لا تجعدن وبعد لا نايحة نوحة لما نشوف صاويبة ولما نجلب جروحة بيظن ترجى ويعيش يولا قوضت روحة بل جن بيرجى ويعيش هدى من الدهر شاليش أنخاهم يرد للجيش الولد ما قالها الله يخلي والده وحده حقها بلا فكر تحجي أم الولد مذهولة كل ساعة تنشد النسوان هذا ابن علي أولى وين أهل الرحم تنده قطرة ما يجيبولة وين البي رحم وين بقطرة ما يلفينا أوليد سربت عينه وأنا ما وصد اللي عفي أم الولد جلده ويلي لحجت زينب تقلها يوم غلب السج أصواب ابن أخو يمشي أو مسني مثل ما مسج جريب القوم يا ليلة لا لا ينسمع حسج خل نجري الدمع سكته هذا يوم على الرتة حس ما ينسمع حتى وأخويا حسين ما يسمع وبي ما يشتف ضده تقلها شلون اتجلد يا بنت المرتضى ومن قال زين وبعد بي اروح واشوف ابن على هذا الحال شقولا غير هالواحد عنده يزلم رجال كفا لا تلومني انا الدهر محني ويا الولد خلني احط راسي على زندي واحط راسي على زنده وبعد يا عمت تدرين ما عندي ولد غيره واحد وانفقد مني وظلت خالي الديرة أما أنا ويلومني والله حيرة حيرة عشان الكربلة لا جيه ولا بيها من البيه راح ابن علي وظليت اسكر راح فوق الراح اقول الراح شي رد زينب زينب شافت الحالة وغدت جن اسعف ومريح لانها يا بنات حسين يلا يا خوات الصيح أريد الدمع من عدجن مثل دم ابن أخوي يسيح وهن من الخيم هاجل وعلى ذاك الولد داجل مثل لوجت على لاجن وما جالت وقالت ما راح الولد برده شباب بين عماته وخواته وساعة الفرقة وما فاكن تنديه أطل الولد حقه أريد اللطم والهوشة وأريد الصايح بحرقة هيا الله يا عماته الولد شمل هو فاته آيا ورد وجناته التسجان بخدوده وهسه الخذب الوردة ويا ليلة ويا ليلة هذا البيت ايه اجت شايطة وشبقت ولده والله اجت شايطة وشبقت ولده يا ابويا والولد قطع من جبل وأجبت على راسه تندها يا من جبت أقوم رده والله يا من جبت أقوم رد إيه
الحسين يقول الليلة ولدنا ولدنا بعد ما أقدر أتقرب بعد ما أقدر أتقرب ولدنا وطقنا الدار بسامة ولدنا ولدنا أنا وياش خلنا نصيب عزيز نسألك اللهم وندعوك يا الله ارفع إليكم بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه اللهم وفق الذين هم قاموا بخدمة الحسين في هذه الليالي من عاشوراء ووفق الذين يقومون بالمسلمين